ان الله ينفع بهم وان يعني يعطونه الفرصه، وخاصه في المباريات التجريبيه يعطونه الفرصه ويثبتون جدارتهم وينفعون المنتخب والكره السعوديه. عميد المدربين السعوديين كابتن خليل الزياني الذي قاد المنتخب الأخضر إلى أول إنجاز دولي في تاريخه. خليل الزياني علامة مفصلية في تاريخ رياضتنا، قاد نادي الاتفاق لتحقيق أول بطولة في تاريخ الأندية السعودية، بطولة خارجية وكانت بطولة مجلس التعاون سنة 1983، وقاد المنتخب السعودي سنة 1984 لأول إنجازين، تأهل لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس وتحقيق كأس أمم آسيا 1984.